والاستماع. سعاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، صباح الخير. الله يحييك، يا صباح النور، يا مرحبا بك. يلا تفضل يا سعاد. شكرا بعمر. بعمر، مثل ما ذكرت تحت الأخوة المشاهدين أو المستمعين، بالنسبة للزحامات المرورية في الفترة الذروة الصباحية بالنسبة لشارع المطار وأيضا القادمين من شارع الخوانيج أو شارع العمردي، تكون الزحمة المرورية من دوال الخوانيج باتجاه جسر مردف، وعلى امتداد شارع الخوانيج يأتي شارع المطار، فيبدأ الزحام المروري من تقاطع جناح الشيوخ الجديد باتجاه تقاطع جناح الشيوخ القديم للأخوة الساقين المتجهين إلى شارع مراكش وأيضا إلى نفق المطار. اليوم الزحمة أيضا في شارع الشيخ محمد بن زايد في المسارين من الشارجة لدبي وأيضا من دبي إلى الشارجة. فمن خلال الإخوان يشاهدونا في التلفزيون نقولهم أن في زحام مروري من الشارجة لدبي من الجسر الأول إلى الثالث. بالنسبة من دبي إلى الشارجة تكون الزحمة المرورية من جسر راشدية باتجاه جسر محيصنة. فنرجو الإخوة الساقين توخى الحيطة والحذر. إذا انتقلنا لشارع الاتحاد، فمن خلال دورياته من الطرق أيضا تم إبلاغي بوجود زحام مروري فقط من نفق النهدة باتجاه نفق القيادة العامة لشطة دبي، بينما الحركة الانسيابية من بعد مخرج نفق مركز دبي التجاري باتجاه نفق الشندقة وتقاطع الجسر العائم. إذا انتقلنا أيضا إلى شارع الإمارات، وكما تشاهدون الأخوة المشاهدين في التلفزيون والأخوة المستمعين، فالزحام المروري في شارع الإمارات وهو شارع دبي العابر يتركز من الجسر المليحي بالشارجة باتجاه جسر نادي دبي، هنا تكون الزحمة المرورية فقط. أما بالنسبة بعد جسر نادي دبي وأيضا مداخل شارع دبي العين وغيرها تكون حركة انسيابية. نحن في الختام دائما نحب نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة هي 400 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط تضاف إلى سجل السائق. رافقتكم السلام أينما كنتم، وكل الشكر لمؤسسة دبي للإعلام. زين سعاد، في كان سؤال عن رمي السجائر من السيارة، كم المخالفة؟ اللي يرمي السجارة من نافذة المركبة تكون 1000 درهم، والنقاط تكون 6 نقاط مرورية تسجل في سجل السائق. زين، في الآن يقول صبحكم الله بالخير، حادث على جسر العين باتجاه أبوظبي، عارف العليلي، ما دي جسر العين باتجاه أبوظبي، ظني هذا ناحية أبوظبي صحيح؟ مثل لا، لازم أنا أرجع حق الدوريات وأخذ المسار بالضبط وين وشو نوع الحادث، هل هو بسيط ولا بليغ المتوسط، ووافيكم إن شاء الله بعد فترة. لا يعني أنا أعتقد جسر العين باتجاه أبو ظبي، يمكن في العين يعني ما عندنا في دبي، ما أنا سألتك يمكن هي شارع دبي العين يكون اختصاص إمارة دبي، لكن إذا في العين باتجاه أبو ظبي يكون اختصاص يعني مثل ما ذكرت أبو ظبي. ما أدري، نعم. جسر العين باتجاه أبو ظبي، بنسأل عارف يتصلون بالتنسيق، منتقد إذا من اختصاص أبو ظبي، بعد هناك الأخوة في أبو ظبي الأخت عايشة في الإعلام الأمني دوم توافينا على يعني في بعض الجروبات مشاركة وتوافينا بمثل هذه الأمور يعني. احنا بنشوف اختصاصنا باختصاصي مات بضبي ان شاء الله. اذا بنرجع لكم سعاد النعيمي، شكرا لك، وان شاء الله بنلتقي 8:30 اذا لم يكن هناك طارئ يعني بنطلع من خلاله ان شاء الله. اذا شكرا، حياك الله.